أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مجلة الكاردينا ومقال للكاتب سعد ناجي جواد بعنوان كيف يبرر من يحكم العراق الفشل المستمر لعقدين من الزمن. ثبت بصورة لا تقبل الشك أن العمل الأمريكي البريطاني لم يك سوى خطة منظمة لتدمير العراق، انتقل إثرها إلى حالة الضياع التي ما زالت مستمرة حتى الآن. وعندما رحلت الإدارة الأمريكية المباشرة وضعت بدلا عنها إدارات عراقية وعملية سياسية سارت على نفس النهج. وهكذا في بلد مثل العراق الذي كانت فيه الصروح العلمية مراكز لإقبال الطلبة العرب وغير العرب من كل مكان، والبلد الذي كان يفخر بأن أبنائه هم أكثر من يقرأ، وأنه استطاع أن يمحو الأمية وأن يضع خطط إعمار وتطوير شملت كل نواحي الحياة منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، أصبح بعد الاحتلال الأسوأ في الخدمات الصحية واليومية الأساسية والأمنية والتعليمية. نتابع. آخر ما تفتقت عنه أذهان بعض الساسة هو ما ورد على لسان أحدهم من القادمين بعد الاحتلال أن قال لقد كنا نريد الإصلاح ولكنهم منعونا من فعل ذلك، والتبرير الأحدث والأقوى هو ما صرح به أحد ممثلي الأحزاب الدينية الحاكمة مؤخرا بقوله إنه لا يحق للعراقيين أن يتهموا سياسيي ما بعد الاحتلال بالفشل، لأن هذا يعد إجحافا بحقهم، لأن السبب كما ذكر وعلى الملأ أن هؤلاء الذين قدموا كانوا منهكين من النضال ضد الدكتاتورية، وبالتالي فلا يمكن محاسبتهم على الفشل الذي حصل، ولا يمكن وصف تجربتهم بأنها فاشلة. ولم يقل لنا المتحدث الأول من هي الجهة التي منعتهم من الإصلاح، ولم يخبرنا الثاني كم هي المدة التي يحتاجها المناضلون المنهكون، ويا ترى تلك الأطراف التي منعتهم من الإصلاح وساهمت بحالة الإنهاك المستدامة التي يعانون منها، لماذا لم تمنعهم من الانغماس في نهب وسرقة المال العام والتستر على الفاسدين؟ ولماذا لم تقف في وجه عمليات القتل والتغييب التي مارسوها ضد كل مكونات الشعب العراقي لعقدين من الزمن؟ صنف موقع نون بيو الذي يعنى بالمستوى المعيشي والصحي لدول العالم يوم 14 من مايس من عام 2023 العراق في المرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية في العالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، والأخير على مستوى العالم العربي. وأشار التقرير إلى أن أفضل رعاية صحية في العالم كانت من نصيب تايوان، وجاءت دولة قطر بالمستوى الأول على من يقول مستوى العالم العربي، أو على هذا المستوى مستوى العالم العربي جاءت قطر بالمستوى الأول بحسب ما كتب حسين صالح السبعاوي. لا غرابة من تصنيف العراق من موقع نون بيو كأسوأ دولة تقدم الرعاية الصحية لمواطنيها، إذا ما عرفنا حجم الفساد المستشري في العراق ما بعد عام 2003 وحجم التهديدات الأمنية ضد الكوادر الصحية وسوء إدارة الدولة المبنية على الفساد والمحاصصة الحزبية. وهنا لابد أن نقف على مجمل الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور الرعاية الصحية في العراق. نتابع. اغتيال الكفاءات العلمية في العراق بعد دخول الاحتلال الأمريكي من قبل عصابات مسلحة إجرامية مدعومة من الخارج، وكانت الحصة الأكبر من هذه الاغتيالات هي من نصيب الأطباء، وخاصة ذوي الاختصاصات المهمة والنادرة مثل أطباء القلب والأعصاب والجراحين. وآخر عمليات الاغتيال تمت في شهر شباط الماضي، حيث تم قتل الدكتور أحمد المدفعي في ديالى. هجرة الأطباء والكفاءات العلمية إلى الخارج بسبب التهديدات وتردي الوضع الأمني والاقتصادي، إذ تشير التقارير إلى وجود أكثر من 70,000 طبيب عراقي في الخارج هاجروا بعد الاحتلال الأمريكي سنة 2003
خوفا على حياتهم من التهديدات أو القتل أو الابتزاز من قبل الميليشيات والعصابات الإجرامية وظاهرة الدجة العشائرية، وهي ظاهرة أصبحت منتشرة بشكل مخيف وتستهدف الأطباء أيضا. قال روجر بويز المعلق في صحيفة التايمز إن أوروبا ليست مستعدة لموجة لجوء جديدة للسوريين كما حدث في عام 2015، وأشار إلى أنه قبل 8 أعوام شلت موجة من اللاجئين السوريين أوروبا، حيث سافر الملايين غربا يحملون صدمة المجازر في وطنهم. وشجعهم على السفر المستشارة الألمانية في حينه أنجيلا ميركل بأنهم سيجدون ملاجئ آمنة في القارة وبعيدا عن الوحشية. وتقول الصحيفة واليوم وبعد استقبال زملاء الدكتاتور السوري بشار الأسد في الجامعة العربية، فإن هناك بوادر لموجة لجوء جديدة قد تصيب العالم الغربي ولا أحد مستعد لها، ليس في مجال السياسة أو السيطرة على الحدود أو إجراءات السكن والترحيل. إن إعادة الأسد في الأسبوع الماضي كان فعل فقدان الذاكرة الجمعية من العالم العربي، ولم يعد أحد يتحدث عن ضحايا الحرب الذين يقدر عددهم بنصف مليون شخص، أو عن الآلاف الذين عذبوا وملايين المهجرين، فهم معنيون بإعادة الأسد إلى الحظيرة كي يعيدوا ملايين المهاجرين لديهم إلى وطنهم ويتخلصوا من عبئهم. ونظر زملاء الأسد له بأنه المنتصر في الحرب الأهلية نظراً إلى نجاته غير المتوقعة. صحيح أن بلده ممزق ومحطم، إلا أن السجون مكتظة بنزلائها، ولا تستطيع عائلته الحكم إلا بدعم من الطيران الروسي الذي يتحكم بالأجواء السورية، وبدعم من السفن الإيرانية التي تنقل إليه النفط خلسةً. وبالنسبة إلى الأتراك وهم في وضع أحسن من جيران سوريا العرب، فقد أصبح اللاجئون السوريون مشكلة وصلت إلى نقطة الانهيار، فقد استقبلوا نحو 3,600,000 سوري ومئات الآلاف من الأفغان الذين فروا من حكم طالبان. ومع انكماش الاقتصاد بحثت المعارضة عن كبش فداء، وكان السوريون الضحية، فهم المتطفلون المفترضون. تحت عنوان عودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية، أكدت قيام تثبيت شتاء عربي ديمقراطي، قالت لومود الفرنسية في عمود للكاتب بالصحيفة جيل باري إنه قبل 30 عاما أدى فشل المنطقة العربية في الانضمام إلى الموجة العالمية لرفض الدكتاتوريات من أمريكا اللاتينية إلى الجمهوريات الاشتراكية السابقة في أوروبا الشرقية إلى جعلها حالة شاذة بسبب المواعيد الفائتة من التاريخ. يجد الشرق الأوسط نفسه بفضول في وقت من التقوية الاستبدادية لوحظت في جميع أنحاء العالم. خلال عقدين من الزمن اهتزت المنطقة بسبب محاولتين لإرساء الديمقراطية، الأولى خارجية بمبادرة من الولايات المتحدة، والتي رأت في تراجع السلالات العسكرية وسيلة لتحقيق الاستقرار الذي يحفظ مصالحها. ولقد ضاعت على الفور تقريبا في رمال العراق بعد غزو سنة 2003. والثانية داخلية انطلقت من تونس في ديسمبر من عام 2010 مترجمة تطلعات الشعب، وقد تأثرت الأخيرة برفض القوى المتحجرة بقدر ما تأثرت بالمبادئ العالمية إلى حد ما. المشتركة على أي حال في ليبيا وسوريا ومصر، وبعد ذلك بقليل في لبنان والسودان والجزائر. ومضت لوموند إلى القول إن انتصار الحكام المستبدين يترك مع ذلك مسألة فاعليتهم مفتوحة، فسوريا في حالة يرثى لها ومفرغة من جزء من شريان حياتها، وتبقى إعادة إعمارها أفقاً غامضاً بسبب العقوبات الغربية التي ستستمر بلا شك طالما بقي النظام على ما هو عليه، واليمن الذي دمرته أيضاً حرب أهلية لا نهاية لها، والتي أصبحت أيضاً حرباً بالوكالة لقوى إقليمية أخرى بات ينحو إلى الانحراف.
ونقرأ مقالة بعنوان ماذا لو تخلفت أمريكا عن سداد ديونها للكاتب داود الفرحان. يقول فيها: منذ أقل من شهر والجهات المالية الأمريكية تتبادل التحذيرات من ظواهر مالية كارثية تصل إلى الإفلاس، لأن وزارة الخزانة الأمريكية قد لا تتمكن من الوفاء بجميع التزامات ديون الحكومة بحلول شهر يونيو بعد أيام قليلة. لم يتخيل أحد من الأمريكيين أو من أي دولة أخرى أن الولايات المتحدة، وهي أثرى دولة في العالم وعملتها أقوى عملة في سلة العملات الدولية، يمكن أن تكون على حافة الانهيار النقدي وعاجزة عن سداد الديون التي تقدر بأكثر من 31 تريليون دولار. وتذكرت أن بعض الوزارات المالية العربية كلبنان والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان كلها عاجزة عن تسديد الديون، وليست لها سقوف بسبب الفساد المالي والسرقات الهائلة، بحيث لا تنفع معها أي سقوف أو تغطيات. نتابع. ماذا لو تخلفت أمريكا عن سداد ديونها؟ قد يكون رفع السقف حلاً أخيراً، لكن له أضراره أيضاً، في مقدمتها أزمة تهدد بانهيار الدولار. وقد لجأت أمريكا إلى هذا الإجراء 78 مرة منذ عام 1960، وهو يبلغ حالياً 31 تريليون و4 مليارات دولار، كما يؤدي إلى هبوط الأسهم وتسريح موظفين. أكبر دولة دائنة للولايات المتحدة هي الصين، وهي تخشى تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وحذرت مجلة فورين بوليسي من مغبة أي تخلف وما قد ينجم عنه من أزمة اقتصادية عالمية، وتساءلت كيف للصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، النجاة إذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها. وفي هذه الحالة يمكن للصين استحداث نظام مالي عالمي جديد أقل اعتماداً على الدولار. ومهما يكن الحل، فإن الصين ليست الولايات المتحدة في الاقتصاد. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع رسوم الكاريكاتورية. ساعة لآخر إمبراطور صيني بيعت بخمسة ملايين دولار في مزاد. هذه الساعة بيعت من نوع باتيك فيليب، كانت لآخر إمبراطور للصين، بيعت بأكثر من خمسة ملايين دولار خلال مزاد أقيم في هونغ كونغ، وخمنت الساعة بثلاثة ملايين دولار. لكن المزايدات التي دامت خمس دقائق خلال المزاد الذي أقامته دار فيليبس البريطانية أسفرت عن ترسيتها على أحد الشراء لقاء 5 ملايين دولار، ووصل السعر الإجمالي شاملاً العمولة إلى 6 ملايين و200 ألف دولار.
وكانت هذه الساعة أول موديل من الدار السويسرية المرموقة يحمل رمزا مرجعيا والتقويم القمري والمزينة برمز يمثل أحد مراحل القمر أو إحدى مراحل القمر، ملكا ليسين جيرور بوي آخر الأباطرة من سلالة تشينغ التي حكمت آخر إمبراطورية صينية. بعد 22 عاما قضتها في ميدان الإعلام والصحافة، اختارت التونسية سنية أبيضي الشغوفة بالفلاحة منذ صغرها، اختارت اقتحام عالم الأعمال والمشاريع الزراعية. سنية أبيضي قالت إن إنتاج الزهور الغذائية مشروع حلمت به طويلا ثم نفذته على أرض الواقع بعد أن درست جميع جوانبه، واختارت مدينة طبرقة شمالية أو شمال غرب تونس مكانا مناسبا باعتبار أن الزهور الغذائية تحتاج مناخا رطبا وطقسا معتدلا بحسب وكالة الأناضول. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الرسائل السياسية التاريخية والحقوقية هو أنه في هناك حق أساسي في إكرام الميت وعدم المس في كرامته من خلال تدنيس القبور والمقابر واستعمالها لأمور تتعدى الحفاظ على حرمة المقابر والقبور. اليوم حددنا وموضعنا 4 مقابر جماعية بالإضافة إلى المقبرة التاريخية التي نشاهدها كذلك من خلال الصور الجوية، كل الصور الجوية ما قبل 48 وبعد 48 صور جوية تؤكد وجود مقبرة تاريخية كبيرة جدا هنا في قلب مستوطنة نحشوليم على أنقاض قرية الطنطورة وعلى أنقاض المقابر الجماعية والمقبرة التاريخية. أقيمت منتجعات سياحية وبنى تحتية كما نرى لطمس المعالم ولطمس الأدلة ولطمس كذلك كل ما يشهد ويؤكد حدوث مجزرة هنا بحق أهالي الطنطورة. أمي ربيتهن، خلقتهن، أبوي عمامي خلقهن، خالاتي خلقن هون، أصغر واحدة بقت 3 شهور. أنا أطالب دولة إسرائيل في الاعتراف في المجزرة اعترافا رسميا على مستوى العالم وتكريم الشهداء وإفراز وتحديد المقابر الجماعية جميعها وتحديدها ونزرعها في الورود حتى يتسنى لنا نقرأ الفاتحة ودفنهم على الشريعة الإسلامية. إلى لقاء جديد في أمان الله.